عسى الله يرحمنا بس برحمته. ترى ظهورنا امامكم دائما، نتمنى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميلين في عينكم، ولا كلنا لابسنا النقص من راسنا لين اقدامنا، الله يكرمكم الملائكه والسامعين. اللهم امين. طيب سعود غربي لبيك. هنا ولا هنا؟ هنا ولا هنا؟ هنا ولا هنا؟ وين احط الساعات؟ هنا. وش احط؟ هنا ادي الاخبار. ايه في ذي هذه كبيره مره. لا عادي انا ودي بس يمكن ما تكفي. لا احنا بنحط جزء، احنا بنحط جزء. اسلم ابو سعد. الله يسلمك ووالديكم يسمع من الشر. اسال ابو غربي مين اكثر واحد كان يسلمكم في زد رصيدك؟ عبد الله الجميري. ولا فيها نقاش، ولا اخو ساره، ولا فيها نقاش والله. طبعا انا طيب نيه يا اخي. ادي الحاج وشو عبد الله الجميري، انا قلتها وزعلوا علي ناس، قالوا يعني باقيين هو صفاء قلوب. قلت اللي خذ الثلاثه الاوائل في زد رصيده اي والله هم اصفان قلوب، ليش نكذب؟ عبد الله الجميري الله يمسيك بالخير، وانتظرك يوم الثلوث ان شاء الله انت وكل العيال. اعيدها انا. سعيد حامد بيجي. سعيد حامد مع اللمبه الحمراء. جيب الكهربائي. وعدنا الثلاثاء ان شاء الله في ختام بيتنا الكبير. يعني شفتوا راجع حبيب قلبي امس في حلقته كان يودعكم، كل شخص يودع في حلقته انه اليوم اخر حلقه بالنسبه له، لاني اقرب الهاشتاج انه كل يوم يقولون اليوم الاخير، الاخير كحلقات. اليوم سعود غربي اخر حلقة. حلقة الاخيره يوم الثلاثاء يجمعنا كلنا ان شاء الله وتكون الحلقه الاخيره والختاميه في بيتنا الكبير. بكره باذن الله راح يكون متواجدين معكم شباب شو كالعاده مع الاستاذ هاني العنزي وبقيه الاساتذه، ومسي عليهم بالخير. اودعكم بدمعات العيون. ترى الاناشيد هذه تدمرني. اودعكم والله يا ابو غربي يوم انه كان البرايم ما قبل البرايم الاخير اللي قبل الاسئله النهائيه، خالد حامد شطح باغنيه هناك، اغنيه شيله شطح بشيله. ايوه ايش يقول بيها؟ ايش يقول؟ عادي ترى حتى كلمة اغنية حسان بن ثابت شاعر يقول تغنى في كل شعر انت قائله، ان الغناء لهذا الشعر مضمار، الغناء اللي هو مو شرط انه الطرقان طرقان. لا لا ما له دخل. يقول شطح بن جود هناك ايش يقول فيها ابو حامد؟ من كلماتها انه وين ايامنا وين؟ كم قضيناها راحت بطرفة عين، يا ما احنا عشنا ما هي كذا بس. قتلني ابو حامد وقتها في المشاعر تنساب وراء الاشياء. والله الفراق مشكلة جداً. حتى الشاعر يقول افراق على حروة تفراق افراق الا عشان نقول محافظ، ما احنا محافظين معلش، ما احنا محافظين، احنا ما اقول احنا دشير بس يا اخي ناس عاديين زينا وزيكم. طيب جميل، العلبة هذه حجزت الاخيرة اللي مشغولة مين؟ اقرا زياد زي ما انت. حلو ابغى علبه، خلاص حجزت العلبه هذه. طيب يستاهل يا اللي حجزتها بس ناب زياد يستاهل. طيب العاد ياخذ التغليف الجديد اللي مكتوب خط الغربي فوق. سعود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لبيت في منى، اسمح لي بس اهني خوي وحبيب قلبي ثامر القاسم، ابو قاسم دائم اطريف السلام كثير دائم معي، هو كان احد رؤساء فريق دعمي، الرجال عقد قرانه قبل امس. الف الف مبروك يا ثامر القاسم يا ابو منصور، وعسى الله يجعلها ان شاء الله زواج مستقبلا عونا لك على الطاعه. تبريكاتي تبريكات ابو غربي لك كامل التوفيق ان شاء الله مبروك وعقبالنا. ها امين يا الله يا رب انك تيسر الامور. ابو سعد لبيك. افراج مره احرجني فقره المطبخ، انا بحرجك بنفس الفقره، وش اللي يمنعك ما تتزوج بكل صراحه؟ شف تراي خويك وعارف ان خطاك وراسك، علمني اسبابك. معليش ابو سعد ممكن لازم سؤالك يجلط، لكن صدق الصدق ما ينزعل منه وينكذب. لا بدي يقول شوف يا قلبي، ليش اللي يمنعني من الزواج؟ الى الان لست قادر ماليا على الزواج من الاخر. حلو غيرها؟ بس كذا بس. لو قدرت ماليا باذن الواحد الاحد نمشى على احد؟ قل لي ايش هو؟ نمشي لك على احد؟ عبله لا والله الى الان ما وجدتها، بس قيس موجود تعب ومات من الانتظار. طيب اقول لك كلام انطلق، وانت عارف ان انا باطني مثل ظاهري. انزل تبي تتعب خطبه يا طنق تبي تتعب مثل قابله في الزمن. الله يسر الامر. قسم بالله يا ابو سعد والله صعب. الله يسر والله الأمر. صعب يا اخي والله تعبت. طيب انا اسالك سؤال يا ابو غربي وكون صريح معك، معليش تفضل. ليش الان ما تزوجت سعود؟ ما لقيت المراه المناسبه ولا اكذب ولا علي من احد صدقا. حاولت بعد البرنامج؟ نعم بعد البرنامج حاولت محاولتين ما الله كتب. ما الله كتب صراحه.
والان لو في محاوله ثالثه بحاول بكره واتزوج بعد بكره. قلت لك الله سبحانه يمكن مقدر الاقدار ان زواجي هذا انا مؤمن فيه. زواجي انا وياك في ليله واحده. واو بس انا ما راح اسوي زواج قصر. نفس النظام بجيب عقد واحطه على السطح لين الحوش. بس. وين يا ابوي؟ وين؟ لا ما راح اسوي زواج قصر والله. ترى خلاص الزواجات القصور كانت والله العظيم اعتقد انه صار توجه ثاني الان. مو توجه لا لا معليش الناس مو في 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 فض انهم يتكلفون ويخسرون. انا ما راح اسوي زواج قصر بس انا زورة المستقبل أوعدها أن أقل شيء يعني بالميت ميت ثلاث دول بأوروبا وثلاث دول عربية يعني حقك أقل شيء حقك أقل شيء ترى على فكرة ثلاث دول بأوروبا وثلاث دول عربية إيش معناتها؟ قيمة الطقاقة وكوشة وذبيحتين هذه يعني مرقتها طبعا. طيب الآن حطينا هذه هنا خلينا نكمل بس فقرتنا هذه لأنه يقول صار على الطبخة فعلا. إي حطينا هذه المكونات هنا حلو خلطة الغربي على حبة دجاج ايش نحط؟ مكونات خلطة كسعود وشي. انا كتبت هنا بعض المكونات مع السر اللي هي حاطه مكونات هنا كركم وكزبره وهيل فلفل اسود وزنجبيل وسماق وزعتر وورق غار وبعدين سر الخلطه. ترى الخلطه اكثر من كذا. فناخذ شمت الريحه ابو سعد ولا باقي؟ اي والله. ملعقه كبيره حلو؟ العامل اقسم بالله يحطها كذا سيدي على الرز. ما ادري عاد يمكن عشان اطيب الرز. ايش ينقص خلطتك؟ الملح. بس بحسب العائله ايش تحب الملح كثير ولا شيء. اي في ناس هذه ترغب في الضغط في ناس يسالوني يقول حط معاها ملح حط معاها ماجي حط معاها مدري اشياء قلت ليش؟ وفعلا يوم دخلت في الناس الله يستر عليها ما ودي اسب احد بس انه فيك يعني قلت يعني هالدرجه غش والله ما فيها اي شيء مغشوش انه كله من اجود المنتجات حلوين جميل. في ناس يقول ليش خشنا؟ انتم شايفين المطاعم يحطون على كبره كل ما خشنت البهارات كل ما طلع بس الدفعات الجديدة بنعمها على مزاجكم. الكركم منقص فيه شوي اللي يسوي درز اللي فلفل اسود الليمون الاسود مع انه غالي منقص اكثر فائده لي اكون صريح. ابو سعد ملح لبيك ملح يا سامح شر بس سعد هذا هو والله انت كنت هاي تكفى ابو سعد ترى انا مره طبخت بده زيت دبر املا توكل على الله على مسؤوليتك على مسؤوليتي حلو طبعا انا الناس اللي الشيفين الطباخين يحطون ملح على الذوق فانا بحط لكم الملعقه عشان تعرفون المقياس اللي ما يعرف يملح لان انا لو احط زي كذا ايشتهوا ملعقه ونص وملح خلطه الغربي فقط. في ناس جربوها في السمبوسه والله توهم يقولون لي جربوها في السمبوسه والشوربه يمدحونها مدح مو طبيعي انا ما جربتها اكون صريح. طبعا بعدها شو نسوي؟ ناخذ كوب مويه. طيب سعود لبيه لبيت شي منها الخلطه ابغى اجربها على الكبسه ابغى اجربها على صينيه خضار ابغى اجربها على هي تخصصها كبسات صواني حمايستي هذا اكثر تخصصها ادامات اوه ذاك اليوم قلنا كلام انا والسويلم يوم كان معي هنا وصدق اللي ما جرب يجرب ياخذ الخلطه ويسوي فيها دجاج بصل وطماط ودجاج يحط فيها وذق المرق واقسم بالله صدق كانه مرقه لحم لانه فيه اتوقع ان الكلام ذا من مكونين في مكونات كذا فيها زيوت طياره حلوه. حطينا كوب مويه حلوين؟ حلو ليش ما نخليها هنا ابو سعد ولا هنا نحطها؟ خلها في صينيتها تحطها هنا ليش؟ انا الحين لازم اخلطها مع بعض. حطينا كوب مويه كفايه 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 خلينا نحط كوب ونص لا كوب مع انه يفترض المفروض ما في ولا شيء بس عشان تخلط مع بعض حلو وتمتزج مع بعضها البعض على حسب البهارات اللي تبغى تزودها طبعا انا حطيت بشكل متوسط مو خفيف ولا كثير اذا ما تبغاها تمتزج عشان تعطيك طعم حلو خصوصا في الدجاج انت وضميرك حاسب احكم ضميرك قبل ما تحكم علي. طيب نحط البصل الان بسم الله نحط البصل والبطاطس الاشياء اللي تطول ما تستوي ولا يضرها اذا صار فيها لكعات وبرضو الجزر كم مدة الطبخة يا سعود؟ كم حسب النار وحسب انه انا احط كوب موية فقط وتقدر تسويها بدون موية بس انك تقصر النار للامانة ريحة الخلطة مع الخضار هذه ايش كيف يا زلمة؟ ترى فعلا في ناس يشبعون من الرائحة والشم انا جد حرصت اليوم مدري من يسولف معاي وكذا قلت انا حاطن اربع منتجات في الخلطة خاصة بس بالريحة منتجات بعيدة يعني حتى بعيدة عن عالم البهارات شوي خاصة بريحة مكلفة والله غالية لأن اليوم واحد من ما أدري من اللي قال لي إنها تسود الخلطة تسود شوي برز قلت إذا كثر الكمية
فقلت له اوكي انا كذا كذا شكوى جت برضه ان تسوي تبرز. قلت بقلل التسويد مع انه فيه يعني بتكون ارخص علي لان الفلفل الاسود كيلو 45. ابو غربي خلطتك موجوده في القصيم؟ في السيف قايري موجود في القصيم، عندنا مناديب في القصيم، فيه حساب للخلطه خاص اسمه خلطه الغربي اس جي اس 7711. انا حسابي اس جي اس 7 اس جي اس 44. هذا شو؟ هذا حساب سناب استيرام اس جي اس 44 سعود غربي ساير. فيه اس جي اس 7711 هذا سناب وانستغرام الخلطه. عندنا 43 اس جي اس 7711 هذا السناب حق الخلطه. حلو. في توضيح لكل المناطق البيع اللي ينباع فيها يا زياد. دول الخليج فيه الكويت وعمان والامارات موجود فيها. حلو. حطينا الدجاج طبعا في الوسط يعتبر او يعني قريب من الاسفل. ممتاز. هذه حلوه الوجبه ذي في الاختبارات وخفيفه مغذيه وجبه غنيه غنيه ولا فيها زيوت. انتبهوا من الزيوت ولا فيها اي شيء. تعطيك نكهه وتشبع غرورك في الاكل وتزبط امورك كامله وسريعه وسهله ما يبغى لها شيء. طبعا الناس اللي ما عندهم براتي عشان ما اقول عشان كله عشان بهاراتي، اللي ما عنده براتي يحطون عليها فلفل اسود معايا كزبره معايا كمون شوي يحطون عليها وش بعد فلفل الاحمر البارد ذا هذه كنت استخدمها زمان والنكهات الباقيه اللي هم حابينها. طبعا حطينا بعض الخضار فوق وبعضها تحت عشان تاخذ نكهه الخضار اللي تحت والخضار اللي فوق تمتزج معه. طبعا في اسئله كثيره في الهاشتاج يسالون عن برنامج مكه تجمعنا. هذا شيء او امر بيد الاداره بيد الله سبحانه وتعالى. احنا الى الان ما زلنا ننفذ برنامج بيتنا الكبير. الامور هذه بتتضح مع الاداره ان شاء الله بعد برنامج بيتنا الكبير. والله يكتب التوفيق لكل مشترك في هالبرنامج او البرامج الثانيه. سعود غربي يقولون جوعتهم وفيهم هم مذاكره واختبارات. خلوا امهاتكم ولا بكره انتم سووها بعدين. في ميزه والله جد هذه كنت اسويها بتبوك. الطبخه ذي يا جماعه الخير سووا منها كميه كبيره يعني دجاجتين ثلاثه. حلو. كل فيها يومين حطها في الثلاجه وكل ما بغيت طلع صحن وحط في الميكرويف. شوف قطع الليمون يا جماعه لا يفوتكم الليمون بقشره. تحط قطع الليمون زي كذا. ممتاز. طبعا هذه باقي المويه ايش تسوي فيها؟ تصبها على خفيف على خفيف. اشتهت اكلها نيه. المهم هذا ايش قطعه من الدجاج ذكرتني بحاجه. طيب ابو سعد خلاص ولا الله. شغل طيب. ابو سعد شغل هنا. افا خطب لا لا هنا. لا هنا لازم نشبك اللي حق الاسطوانه بالله اي لانه يفصلون لهم. تمام. توديع هنا تنقضيناها سامح. تمام اشتغلي. وين اشتغل؟ خلاص انا بدي احتر. ايه ابو سعد شغل والله اني ما ادري كيف يا ابو غربي هذه نهايه الطبخه. سامح اصبر ايوه لقيت لقيناك يا سارق غنمنا لقيناك. اقول لك الطقطق عليه اقول لك من جوا. بسم الله. طبعا صح اني اعفس بيدي عفس وارد بس اني اغسل ايدي كثير يعني. امهاتنا الله يطول في اعمارهم من يومنا في بطونهم هم يطبخون بايديهم يعفسون وناكلوا وشهر صار والله بعسل. النظافه الزايده اللي يقول نظافه زايده ها راح المطاعم. النظافه الزايده انا اطالب فيها في المطاعم لكن والله اني ما استلذ بطعم الاكل الا اذا من يد امي بدون قلفص بدون اي شيء. بارك ليش تسوي فيها او ام جي وحنا لا او ام جي واتس مره سعاده غلط ما له دخل في الاكل. وزها تدري انا في موقف نقطة ضعف اللي قابلني وما يعرفني. جميل. يبغى يضحك يسولف معي انجليزي كذا يلخمني بانجليزي. ما ادري شو تصرفاتي تطلع بس تطلع تصرفات غريبة. بالحمرة. طيب سعود غربي يبغون خلطتك في قطر. قطر خلو مندوب يطلب في قطر او في توصيل عن طريق الفيدكس. جميل. شلون اشغل ذا صدق؟ قول لا اله الا الله. شغال ابو سعد. انا علموني عليه مره نسيت. بسم الله. انا طفوا شغله انت؟ ايه لابتوب مو بمطبخ. اوفر. طيب تعال خلنا نسولف. يلا سامح تعال شغل. اخواننا في ال ابو سعد شغلونا ال قول لهم يجيبون خبز ما لقيت.
قول لهم يجيبون الخبز. سعيد حامد جيب خبز تكفى. لا ما له دخل سعيد صح؟ عشان اي واحد من الاعداد يجيبون طيب. خبز جيبوا خبز الله عليه يهنكم بريال. يا اخي تصدق انا قلت ان بنتعشى قبل ما تبدا. والله العظيم اني بشتاق لهالمكان. اي والله خلنا غير جلسه يا ابو غربي. والله خليني باخذ بس فراوله والله جميله ما شاء الله. فراوله وكرز ما كلنا. هات هات كلها هات. يلا شغلوا الفرن يلا نبغى نتعشى قبل نهايه البث. بسم الله. اي ابو سعد لبيك. يقول